مرحبا بكم معنا اليوم في حملة ديال تبرع الدم اللي شاركوا فيها جمعية ديال المجتمع المدني لمدينة زايو بشراكة مع جماعة زايو وجماعة ولاد السدود. بالنسبة للحملة في المستوى تبارك الله اليوم ثالث مرة كنتبرع بالدم. التبرع بالدم هي واحد الحاجة مزيانة لإنقاذ بزاف ديال الأشخاص اللي كيكونوا محتاجين لهذه القطرة ديال الدم. ثالث مرة في الحياة ديالي اللي كنتبرع بالدم، يعني ما كتكونش عندي الفرصة أنني نحضر في شي حملة ديال التبرع بالدم. الهدف هو إنقاذ الحياة ديال الأشخاص اللي محتاجين لهذه القطرة ديال الدم ديالنا. أول مرة كنتبرع بالدم وكان في سبيل الله اللي يسحق شي الدم ولا شي لكسيدة في مستجعلات ولا كنبرع بهم في سبيل الله، كنعاون الناس في سبيل الله. كنتمنى للشباب والشابات اللي يسحق اللي يقدر يتبرع يجي يتبرع بالدم. كنصح الناس اللي يعرف اللي يتبرع بالدم يجي يتبرع بالدم في سبيل الله. جينا أول مرة باش نتبرعوا بالدم، أول تجربة عندي التبرع بالدم، وكنشكروا سيدي كنشكروا الجمعية ديال سكرافور وجامعة زايو وجامعة ولاد السدود والجمعية ديال مرشان على هاد البادرة الطيبة. التبرع بالدم بالنسبة أول مرة في التجربة في حياتي كنبرع بالدم باش نقضوا ناس مساكين محتاجين للدم، ناس محتاجين في سبيطارات في كلينيكات باش تبرع بالدم باش تنقذهم، تنقذ الحياة ديال العديد من الأشخاص. كنصح الشباب باش يجوا يتبرعوا بالدم باش ينقذوا العديد ديال الأرواح كيكونوا محتاجين للدم في كلينيكات في سبيطارات كيكونوا محتاجين للدم. كنصح الشباب يجيو يتبرعوا بالدم باش ينقذوا بزاف ديال الارواح كتكون غادي توفى، ولكن القطره ديال الدم ديالك كتنقذها وكتجعلها حياه جديده. وكنشكروا جميع الجمعيات اللي واقفين وحارصين على هذه البادره الطيبه واجرهم عند الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اولا اشكر جمعيه مرشان الذي قامت بهذه المبادره بالتبرع بالدم، ولكل انسان يتمنى هذا الدم باش يكون هديه من قلبه الى اخوانه الذين يستحقون الدم، لان الانسان كل واحد كيفكر في الاخ ديالو اللي مريض، لان يوم عليه وغدا علينا، ان كل انسان واجب عليه او يقدر بالقدر ديالو باش يتبرع نصيب من الدم لاخي المريض، لان الانسان كلنا غادي نمرضوا. ولهذا اشكر جميع الاخوان الذين سهروا على هذه المبادره بالتبرع بالدم. وبالنسبه للاخوان الذين قاموا بهذه المبادره اشكرهم جزيل الشكر، واشكر جميع الاطباء الذين قاموا بهذه المبادره الذين اتوا الى دوار مرشان، وجمعيه مرشان هي التي قامت بهذا الدور مهم للسكان، والسكان هما ما خيبوش كلهم ان شاء الله راهم في المبادره للتبرع بالدم. ولهذا اشكر جميع الاخوان الذين سهروا على هذه الجمعيه، واشكركم جميعا. اشكر زيو سيتي الذي هو تبادر بارادته عن سهرها على هذه القضيه ديال الاسعاف. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اليوم جينا هنايا باش نتبرع بالدم على اساس انهم يعطوا الواحد اخر انه محتاج للدم، وحنا جينا بواحد النيه اللي هي حسنه اننا نتبرعوا بالدم في سبيل الله، انه يستفد منه واحد ما عندوش واحد منه، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى يجعله في ميزان قابل. هذا هو الهدف نتاعي. اول مره جيت انا نتبرع بالدم، الصراحه هو الشعور هذا شعور مزيان انك تتبرع بالدم وانه يستفد منه واحد الانسان اخر، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى انه يجعله في ميزان القبول. بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد الواحد قنديل رئيس مصلحه تحقن الدم بالناظور.
اليوم نحن كنتواجدوا في مدينة زيو من أجل تنظيم ديال واحد الحملة، حملة التبرع بالدم التي تنظمها مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور تحت إشراف بنك الدم، وتنظم من طرف مجموعة من الجمعيات، جمعية مرشال لدعم مركز التربية والتكوين، مركز التربية والتكوين، جمعية سكرافور للتنمية والثقافة والرياضة والبيئة، وجمعية منتدى الشرق للسلامة الطرقية والتنمية، بشراكة كذلك وبتنسيق مع جماعة زيو وجماعة ولاد ستوت. بهذه المناسبة أشكر جميع المنظمين لهذه الحملة، وأشكر ساكنة مدينة زيو على الإقبال الهام الذي تمر فيه، والذي الإقبال الهام في هذه الحملة بمقرها المتواجد بمركز التربية والتكوين. بهذه المناسبة شكرا لجميع المتبرعين والمتبرعات، وشكرا للساكنة زيو مرة أخرى، والذين يكونون في الموعد في كل حملة من حملات التبرع بالدم. بهذه المناسبة أوجه النداء من أجل التبرع بالدم، التبرع الصدقة، صدقة بالصدقة، فهي صدقة جارية، صدقة لا يعني واحد نوع الثمن، يعني عندها واحد القيمة معنوية، وكذلك للمريض، مرضى، لجميع المرضى المحتاجين لهذه المادة الحيوية بجميع مستشفيات ومصحات منطقة ولا مدينة إقليم الناظور وإقليم الدريوش. وهذا نداء لجميع المواطنين، جميع المناطق المتواجدة بالإقليم، وخصوصا بمدينة زيو، من أجل التبرع المنتظم على للدم، لأن الانتظام هو الكفيل بأن يوفر لنا مخزونا كاف ومستمر من الدم. إلى حد الآن نحن تقريبا في الواحدة والنصف من زوال اليوم، وصل عدد المسجلين أكثر من 120 مسجلا، استطاع منهم إلى حد الآن تقريبا 100 شخص من التبرع بالدم. ولذلك وبالمناسبة أقول أن التبرع بالدم ليس له أي مضاعفات على صحة الشخص، بل إن له مجموعة من الفوائد الصحية التي تعود على المتبرع والمتبرعة، وكذلك استفادتهم من التحاليل، تحاليل المخبرية، وكذلك من الفحص الطبي. شكرا جزيلا لجميع المنابر الإعلامية التي تواكب هذه الحملات، والشكر موصول خصوصا لموقع زيو سيتي على التغطية. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الفقيهي، رئيس جمعية سكرافور للتنمية والثقافة والرياضة والبيئة. اليوم نحن متواجدون بمركز مرشال، مركز التربية والتكوين بمرشال، والمناسبة طبيعة الحال هي حملة التبرع بالدم. هذه الحملة هذه اللي نظمناها بشراكة مع جمعية مرشال لدعم مركز التربية والتكوين، وكذلك جمعية منتدى الشرق للسلامة الطرقية والتنمية، تحت إشراف طبيعة الحال مندوبية وزارة الصحة بإقليم الناظور وبنك الدم بالناظور. فهذا النشاط هذا كيدخل طبيعة الحال في أجندة الجمعيات الثلاث، ويدخل كذلك في الأنشطة التطوعية والخيرية التي تقوم بها هذه الجمعيات. فالحمد لله اليوم كان واحد الإقبال كبير طبيعة الحال من طرف الساكنة، والحملة كانت ناجحة 100%. إلى حدود الساعة فالعدد اللي تبرعوا تجاوز 120 متبرع ومتبرعة. واحد المعلومة لازم نذكرها، وهو أنها زيو، مدينة زيو تحت المراتب الأولى في إقليم الناظور فيما يخص المتبرعين والمتبرعات بالدم. هذه الحملة هذه أو هذا النشاط هذا بطبيعة الحال نظمناه، وكانت عنده مجموعة من الأهداف. من بين هذه الأهداف طبيعة الحال تعزيز مبدأ التضامن والتآخي بين الناس، بحيث يعتبر التبرع بالدم يعني واحد مبادرة إنسانية ومبادرة نبيلة تساهم في إنقاذ أرواح العشرات من الأشخاص بطبيعة الحال بنقل الدم إليهم. كذلك من بين الأهداف وهو تنمية وغرس ثقافة التبرع بالدم بشكل منتظم، بحيث أن هذه الثقافة
فيعني كنفتقدوا لها في هذه المدينه هذه. وحنا ناويين ان شاء الله هذه الحمله او هذا النشاط هذا يكون يعني بدايه التنسيقيه ما بين هذه الجمعيات الثلاث، باش تكون واحد نديروا واحد التنسيقيه باش تبقى دير واحد يعني حملات بشكل منتظم، حملات بتبرع الدم بمدينه زايو بشكل منتظم وبتنسيق طبيعه الحال مع بنك الدم بالناظور ومندوبيه الصحه بالناظور. وفي هذه المناسبه هذه من هذا المنبر لازم يعني نشكروا مندوبيه الصحه بالناظور وبنك الدم بالناظور على التنسيق ديالهم وعلى التعاون ديالهم مع فعاليات المجتمع المدني. كذلك نشكروا اعضاء الجمعيات الثلاث اللي سهروا على انجاح وتنظيم هذه الحمله. لا ننسى كذلك ان نشكر جماعه زايو وجماعه اولاد ستوت على التعاون ديالها وتسهيل مهمه عمل الجمعيات لانجاح هذا النشاط. نشكروا كذلك السلطات المحليه، رجال القوات المساعده، رجال الأمن الوطني اللي حرصوا على مرور هذه الحملة في ظروف آمنة وسلمية. وكنشكروا كذلك كل من ساهم يعني من بعيد أو قريب في تنظيم وإنجاح هذه التظاهرة الخيرية والتطوعية. وفي الأخير لا ننسى أن نشكر موقع zayusity.net على التغطية ديالو المتميزة والمتواصلة. أول حاجة كنشكر zayusity على هذه المجهودات اللي كتقوم بها، لا بالنسبة للجمعيات ولا بالنسبة للساكنة. وكنشكروا الجمعيه نتاع مرشال لدعم مركز التربيه والتكوين على هذه المجهودات اللي كتقوم بها وهذا الانجاز اللي هو عمل تطوعي وخيري بالنسبه للتبرع نتاع الدم. وكنشكر الجمعيات نتاع سوكرافور اللي كيتراسها سي امين وسي محمد فقيهي. وكنشكر الجمعيه نتاع الامنيه جمعيه منتدى الشرق للسلامه الطرقيه اللي كيتراسها سي نائب ديالو سي العلاوي. وكنشكر الطاقم الطبي اللي جا ساندنا هنايا. وكنشكر المجلس البلدي اللي المجلس البلدي والجامعه القرويه اللي واكبوا لنا هذا الحدث هذا. وكنشكرهم على التطوع ديالهم بالنسبه للفطور والغداء. وكما كتشوفوا الاخوان والاجواء هنا الحمد لله فاتت يعني بواحد الامتياز، وتوصلنا لحد الان تقريبا 115 واحد في التبرعات. وكنشكر الاخوان اللي ساندونا هنا، وكنشكر الجمعيه نتاع التنميه والتضامن اللي عطاتنا اللي وفرت لنا الحافله ديال النقل بالنسبه لهاد الاخوان هادو. هي واحد النقطه يعني كننقدوا بها الاشخاص اللي يعني مستحقين. وكعبد ربي بعدا انا كنت مشيت لديك الحاله في الناظور وكانت عندي واحد الحاله ديال الاخ ديالي، ويعني من خلال النظره اللي استنتجت تما انني مشيت لحقت الاخ ديالي هو الاول كان خاصو الدم، وصدقت انا كنتبرع وتلاقيت الاخوان يعني واحد الحمله كيجيو الناس يعني كيتبرعوا. ملي كنسقسيو كنبحثوا الاخوان كيقول لك يعني كاين الناس كتفتقد هذا الدم هذا، يعني هذا الشيء اللي كنديروا واحد المبادره خيريه يعني كيستافد منه جميع الاخوان. والحمد لله هذه النقطه نتاع الدم انا كنعتبرها كانقاذ الحياه ديال الشخص ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، معكم محمد تركي رئيس جمعيه منتدى الشرق للسلامه الطرقيه والتنميه. باسمي وباسم الاخوان اللي معايا في الجمعيات تنشكروا الجمعيات الموازيه اللي هي جمعيه مرشال لدعم دعم المركز التربيه والتكوين، وكذلك نشكروا جمعيه سكرافور للتنميه والثقافه على هذه المبادره الانسانيه اللي هي التبرع بالدم. والجميل جميل حتى لا اعيد ما قاله الاخوان هو اننا تضافرنا في الجهود، يعني تجمعنا احنا ثلاثه بينا باش نديروا واحد البادره انسانيه، وكانت بادره ناجحه الحمد لله لحد الان ناجحه وغادي تكون ناجحه ان شاء الله بحول الله. وهذا تيخلينا اننا ديما نفكروا في التكتلات ديال المجتمع المدني لاخراج واحد النتاج يكون في المستوى المطلوب بحال هالبادره ومبادرات اخرى. وتشكروا كل من ساهم من جماعه زايو وجماعه ولاد ستوت وكذلك المندوبيه ديال الصحه على مستوى الاقليم الناظور وبنك الدم وكل الاخوان اللي حضروا معنا واللي عاونونا. وتنتمناو اعاده بحال هذه المبادرات اللي حنا محتاجينهم امس الحاجه للمدينه، امس الحاجه به بحال هذه المبادرات. الهدف الاخي اخي العزيز هو هدف انساني، ونقدروا نقولوا اننا محتاجين للدم على مستوى المستشفى الاقليمي ديال الناظور. وارتأينا اننا نديروا التبرع بالدم باش نجمعوا واحد الكميه ديال الدم، حيت حنا محتاجين
من مشوا للمستشفى تلقاو الدم. وهاد الثقافه ديال التبرع خصها تكون عند الجميع ويعرفوا قيمتها، حيت الانسان ما يكون محتاج للدم ما يعرف قيمه التبرع. وتنتمنوا الخير هادشي اللي كان.